السائل قاضي المدينة طاطا يقول: سيدة توفيت ولم تترك زوجا ولا أولادا، وخلفت أختا شقيقة وأخرى لأب، وأبناء أخت شقيقة توفيت قبلها، فمن يرث ومن لا يرث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، سائلة كتقول توفيت، نعم هاد السائل عفوا يقول هاد السيدة توفيت وما عندهاش زوج ما عندهاش أولاد، وهذا تركت أختا شقيقة، الأخت ديالها الشقيقة، والأخت لأب هكذا، وأبناء أخت شقيقة توفيت قبلها، هكذا توفيت قبلها، بمعنى الأبناء هما اللي بقوا. طيب في هذه الحالة هذه الأخت الشقيقة ترث النصف، كتأخذ النصف ديال التركة ديال هذه السيدة هذه التي توفيت، والأخت الأب كتأخذ السدس، كتأخذ السدس ديال التركة. طيب والأبناء ديال الأخت لا يرثون، هادو لا يرثون، فيحجبون يعني في هذه الحالة هذه ولا يرثون. طيب اللي بقي من هذا التركة السدس والنصف، سوف لنا لا باقي هكذا، الأصل الفريضة دابا هو ستة. طيب إذا ما بقي الآن، أبناء الأخت لا يرثون، يرجع بالرد إلى الأخت الشقيقة والأخت الأب، عاودوا اللي كيتقسم بيناتهم يرجعوا بالرد، هكذا كيقولوا بالنصف. لا ماشي بالنصف أوسد، دابا الأصل الفريضة كيولي أربعة، كتكون الأخت الشقيقة كتاخذ ثلاثة والأخت الأب كتاخذ واحد، ما كيوليوش يعني ماخذتش السدس الأخت الأب. نعم يعني خذت ربع ولا نعم هكذا، والأخت الشقيقة أيضا نعم خذت أكثر من النصف، أكثر من النصف، لأن الأبناء ديال الأخت لا يرثون، لا يرثون. نعم، وهذه هي الحالة التي أشار إليها الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي التي تسمى الكلالة، وهي معروفة بطبيعة الحال في المواريث، يعني الإنسان اللي كيموت وما عندوش الأولاد وما عندوش الزوج وما عنده حتى شي حاجة، وعنده الإخوان ديالو فهم اللي كيورثوا فيهم، يعني ما عندوش الأصول وما عندوش الفروع، الفروع نعم، فكيكون عنده الخوت، الخوت فهم اللي كيورثوا فيه، هذه حالة الكلالة. نعم بارك الله فيكم السادة.